السلام عليكم ورحمة الله. نبدأ نشرتنا بهذه التطورات من مدينة درنة، حيث أعلن مجلس شورى مجاهدي المدينة تقدم مشاته إلى عدد من مواقع ميليشيات الكرامة حول مدينة درنة والسيطرة عليها. مصدر من المجلس قال للنبأ أن قواتهم استهدفت مواقع الميليشيات في محوري بوضحاك والكسارة. للحديث حول مسجدات مدينة درنة ينضم إلينا عبر الهاتف رئيس مكتب الإعلام بمجلس شورى مجاهدي درنة محمد المنصوري. سيد محمد، ضعنا في صورة التطورات الميدانية وتقدم المشاة إلى هذه المواقع التي كانت تحت سيطرة ميليشيات الكرامة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد. طبعا التطورات نبدأ بعملية النوعية التي أدت إلى مقتل آمر محور النوار المقدم مهند العرفي، وجرحت كثير من رفقائه. في هذا اليوم حاولت مجموعة من قوات الكرامة أن تتقدم تجاه محاورنا، بفضل الله عز وجل تقدمت تجاههم سريع في المشاة وصدت هذه المحاولة الفاشلة وسيطرت على المكانات التي تتواجد فيها قوات الكرامة بسرية التابعة لهم. تم استهداف بفضل الله عز وجل موقعين لأتباع الكرامة في محور بالضحاك وفي محور الكسارة، إصابات مباشرة بالأسلحة الثقيلة، مما أدى إلى إصابات مباشرة يعني صفحاتهم الرسمية أعلنت عن أكثر من 7 جرحى، يعني إصاباتهم متفاوتة. نعم، إذا حصيلة الجرحى 7، ماذا عن حصيلة القتلى؟ القتلى باستثناء القتيل اللي مهند العرف الصباح الباكر وعند الظهر في العملية النوعية الثانية، الآمر محور النوار المقدم مهند العرفي. طيب، ما هي المواقع أو المناطق التي سيطر عليها مجلس شورى المجاهدين بالتحديد؟ طبعا المواقع لا زالت تحت يعني بند السرية، وإن شاء الله بإذن الله عز وجل سيعلن على وقت مناسب، ومجلس الشورى طبعا بإذن الله عز وجل لن يتوقف. هذه العمليات هي تزامن مع عمليات سرايا الدفاع عن بنغازي لرجوعهم البنغازي، ولا بد من استئصال شأفة حفتر وميليشياته. نعم، كنتم سابقا خلال طوال الفترة الماضية في حالة دفاع، دائما ميليشيات الكرامة تتقدم وأنتم تقوموا بصد هذه الهجمات التي تأتيكم تباعا من ميليشيات الكرامة. ما الذي استجد اليوم وتغير حتى بدرتم أنتم بالهجوم وسيطرتم كما قلت لي قبل قليل على مواقع كانت تابعة لميليشيات الكرامة؟ نحن كمجلس شورى مجاهدي درنة وضواحية جزء لا يتجزأ من ثوار ليبيا، ونحن ليس لنا أي أطماع أو أغراض للسيطرة على 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 مآرب سياسية، لكن بذلنا قصار جهدنا، أرسلنا الوفود للتفاوض، أرسلنا وفود لأهلنا في مناطقنا المجاورة في المدن التي تسيطر فيها الكرامة. هناك من الناس من استجاب، وهناك لكن حفتر وميليشياته وعصاباته لا تفهم إلا لغة العنف ولا تفهم إلا لغة الذنين، فنحن مضطرون للدفاع عن أنفسنا، ونحن مضطرون لقمح هذه الثورة المضادة التي أتى بها حفتر ومن وراء من الدول الأجنبية. ربما السؤال يدور في ذهن المشاهد الآن، يعني ما هو الهدف من هذه العمليات؟ إلى أين أنتم ماضون؟ ماذا يعني ستفعلون؟ ما هي المناطق التي تودون أن تسيطرون عليها؟ إلى أين ستتقدمون بالتحديد؟ طبعا هذه الأسئلة كلها لا يمكن الجواب عليها، لأنها هي خاصة بالعسكريين وبالقيادات العسكرية. نحن بإذن الله عز وجل عازمون، ويعني نقول لك ليبيكية ليبينا بثوار ليبيا. نحب نوجه رسالة لكل المناطق المجاورة، لكل أهالي المدن التي تحيط بمدينة درنة، نقول لهم انفضوا يديكم من خليفة حفتر. خليفة حفتر راهو انتهى، خليفة حفتر معش عنده أي قوة يواجه بها، خسر الهلال النفطي، لا يسيطر إلا على المرج وجردس العبيد والمناطق هذه، ولا يسيطر حتى البيضة لا يقدر أن ينفذ فيها قرار. طبرق حتى وكان شكليا هي يقولوا تحت سيطرتها، مش تحت سيطرتها، الهلال النفطي تحت سيطرة ثوار مدينة درنة، تحت سيطرة ثوار
طرابلس مش تحت سيطرته. حفتر لا يملك شيء. حفتر انهار. انفضي دكر منا، انفضي يا عوضي، حركوا يا مغاربة، حركوا يا هلنا في كل مكان، يا هلنا في مرتوبة رانا غناكا، وما نبوش نستعدوا حد، وما نبوش نتعدوا على حد، وما نبوش دم في بابينا. خلاص انفضي دكر من حفتر. هذه رسالة موجهة لكل حد. أرانا نحن كمجلس شورى مجاهدي درنا وضوحية من بوش دم، لكن إذا اضطرينا لأي اعتداء سنرده على أعقابه. رئيس مكتب الإعلام بمجلس شورى مجاهدي درنا السيد محمد المنصوري، كنت معي عبر الهاتف، شكرا جزيلا لك.